تعالوا يلا عايزينكوا عندي في أكلة جميلة وتحدي تنور ونار هتكون عظيمة مكانها على البحر الهندي. واللي سبق كان النبأ فراخ أو لحمة بتتسلق بعد البصل توم يتوصل وبتتصفى من المرق. واللي سبق كان النبأ فراخ أو لحمة بتتسلق بعد البصل توم يتوصل وبتتصفى من المرق. تعالوا يلا عايزينكوا عندي في أكلة جميلة وتحدي تنور ونار هتكون عظيمة مكانها على البحر الهندي. فوق الملفوف أفرام برفوف في هلة حم راح تتحمر كل البيوت في حضرة موت تسهر ليالي فيها بتحضر. فوق الملفوف أفرام برفوف في هلة حم راح تتحمر كل البيوت في حضرة موت تسهر ليالي فيها بتحضر. تعالوا يلا عايزينكوا عندي أكلة جميلة وتحدي تنور ونار هتكون عظيمة مكانها على البحر الهندي. تعالوا يلا عايزينكوا عندي أكلة جميلة وتحدي تنور ونار هتكون عظيمة مكانها على البحر الهندي. لا 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 لا